بسم الله. سؤال جديد من أسئلة البيم. واتش بي اس كرنتلي ان درافت كفر شيرنج اوف ستراكشرد هيلث اند سيفتي انفورميشن. اني بي اس هو لسه لغايه دلوقتي درافت لسه ما اتنشرش بشكل رسمي، اللي بيغطي الجزء بتاع المعلومات بتاعه الصحه والامن. تمام. بي اس 1900، بي اس 999، ولا بي اس 1292 الجزء السادس، ولا بي اس 1192، ولا بي اس 1034، ولا بي اس سيفتي. تمام. الاجابه بي اس 1190 الجزء السادس. تمام. بي اس 1192 هم غض حتى الان صدر رسمي 5 اجزاء، انما الجزء السادس اهوت حتى الان لسه لم يصدر بشكل رسمي، بس هو الخاص ب ال subscribe of collaboration sharing and use of structure hazard and risk information for health and safety.